القافلة الطبية بصراحة ده شيء عظيم جدا جدا، وتشرفنا في قرية الأقالتة مركز جورنا محافظة الأقصر، وياريت يدوم علينا هذا النعمة ويسجلونه مرة في مرة في مرة. كشفت بباطن وكشفت أزكش في عيون، أقول لهم ربنا بارك فيكم يا رب اللي جبتونا العلاج وجبتونا الدواء وجبتونا كل حاجة. نشكركم والله على يعني على المتابعة بتاعتكم، ربنا يبارك فيكم. ربنا يبارك فيكم ويطول في أجلكم ويخليكم للغلابة. يا ريت تدون الأقصر وتشرفونا تاني